طبعا مثل العادة رح نروح إلى مصلحة الأرصاد الجوية بالمطار ليكون معنا الأستاذ محمد كنج، رئيس قسم التقديرات السطحية بالمطار. صباح الخير، صباح النور، كيف موجود. صحتك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله على طول. يعني في كتلة حارة رح تبدأ اليوم تستمر للأيام القادمة، خبرنا شوي عنها. صحيح، الطقس اليوم وبكرة حيكون في عنا ارتفاع بدرجات الحرارة، نعم. ارتفاع ملحوظ بالداخل حيكون. على الساحل حيكون محدود شوي. هالشيء بزيد مؤشر الحرائق، يعني هون بدنا ننتبه اليوم وبكرة في من الحرائق اللي ممكن تصيب المناطق الحرجية. في ارتفاع درجات الحرارة امبارح بل وصلت بالبقاع بحدود 38 ونص، نعم. درجات الحرارة ارتفعت بحدود 4 درجات، اليوم بعد ممكن ترتفع شوي كمان. نعم. طقس ما طقس صيفي رطب وحار نسبيا، عم بيسيطر على الحوض الشرقي المتوسط. طقس اليوم قليل الغيوم بالإجمال، ارتفاع درجات الحرارة بالجبال وبالداخل بتتخطى معدلاتها أكيد، وارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل امبارح كانت بحدود ال 55% بهالوقت، هلا 70% ببيروت. الحراره امبارح كانت بحدود 26، اليوم بحدود 27 درجه. نعم. يعني بلشت تبين شوي على الساحل، بس بالداخل اكيد اعلى، حكينا بحدود ال4 درجات عم بتكون نعم. مرتفعه الحراره. بكره كمان قليل الغيوم بالاجمال، بقاء درجات الحراره مرتفعه نسبيا على الجبال وبالداخل فوق معدلاتها. بكره ببلش شوي تنزل نسبة الرطوبة، في عنا مؤشر الحرائق بيرتفع شوي بالمناطق الحرجية، والتنام ببلش تنخفض درجات الحرارة، يعني عنا اليوم وبكره ارتفاع، والتنام ان شاء الله بترجع تنزل درجات الحرارة اعتبارا من الظهر. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل ببيروت بين ال 27 وال 32 درجة، طرابلس من ال 24 لل 35 درجة، سور من 22 ل 26 درجة، بيصور من 18 ل 32 درجة، نعم. وأرطبة من 20 ل 31 درجة، بزحلة من 20 ل 39 درجة ممكن توصل اليوم. نعم نعم في لسان حرارة إذا شفناه على الصور مهم. عم بيدخل على ميلة الشرق، هذا بيؤدي لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بالبقاع بالداخل. والمناطق الداخلية أكثر صحيح شيء عم صحيح تتأثر، لكن الكتلة الحارة يعني بس ليومين، اليوم وبكرة؟ صحيح، اليوم نعم وبكره التنين ان شاء الله بتنحسر وبترجع درجات الحراره بتنخفض. منيح. بالنسبه للرطوبه من 60 ل 80%، نعم الهواء بمجمل عم بيكون شرقي بالفترات المسائيه والصباحيه، بيقلب جنوبي غربي خلال النهار، منه يعني منه نشط بحده الاقصى بحدود ال 25 كيلومتر بالساعه. بالنسبه لحال البحر منخفض الموج حرارة سطح المي 30 درجة، وساعة شروق الشمس كمان النهار قصر كمان دقيقتين تقريبا بحدود ال4 دقائق، 6 و4 دقائق الشروق صار، والغروب الساعة 7 و18 دقيقة. نعم. هيدا كل شيء شكرا كثير لك يا وإن شاء هلا. الله يكون نهارك حلو.